يفطر ويروح يعطر الزياره. اليوم عند ابو محمد زير ابو محمد. حياك الله ابو محمد. ابو علي الله يحفظكم زارت من البركه. شلونك ابو محمد؟ زينين الحمد لله. ابو علي الله يحفظكم. في الرميله؟ في الرميله اي نعم هذه الرميله. حيا الله ابو محمد زارت البركه يوم شفناك. بين اهلك حياك. صحه وعافيه حياك الله ابو محمد. ابو علي زارتنا البركه ولا غلبتنا انت؟ شلون غلبتك؟ غلبتني انت جيتني يعني زرتني. انا تعرفني من صرت فراغه جيت. الله يحفظكم احنا ايه. مقصرين وياكم. لا ما انت مقصر والله. صرنا بعد شغلنا يا هالصرام وذا. الله يسعدك. تونا شوي خلصنا. بعد جبت عمال ولا انت؟ لا ما جبت لا انا العامل ويا الاولاد و... ايه. جبنا اياهم اثنين بنقاليه بعد توهم بس توهم جدر وياهم. اثنين بعد بابا واحد. بس اثنين بس حق تلقيط يلقطون ما يعني اذا ما بياني تبعك لا لا ذا ايه. اللي يشتغلوا الله يسلم زيري ابو محمد الغنام بيت رميله ايه هذا طلعنا من بيتهم ورحنا البقالة هذا هو محمد البقالة داخل هذا طلع من البقالة هذا جاي ابو محمد رحنا اليوم جينا زراعة ابو محمد حياك الله ابو محمد الله يساعدك كم سنة لي انا احنا مجي وين كم سنة خلاص بعد ايه. ما انت بحولنا شلون حياك الله الله حيك يا ابو علي هذا على حطة نخيلك هذا ايه. ما ايه هذا وعلى حطته ما تغير ما كنا كبير من قابل كنا صار صغير صغير هذا حجزناه الحاجز ايه. حطينا دل حجزنا المحل حق حيا الله ابو محمد الله يحييك يا ابو علي زارتنا ايه. البركه ما زارتنا البركه يا ابو علي يقول ابو علي جاي النخل ها اي ابو علي اليوم بعد هنا بعد بعد ايه. ما شاء الله تبارك اي ابو علي هنا اليوم عندنا اليوم ايه. حياك الله الله يحييك هذا شوف الحين بعد شوف هنا هذا خوينا بعده ما تغير محمود ما هذا شيء هذا كبار الذي ايه البنبر هنا كبار هذا شوف فمون هذا الهلالي هذا اليوم عاد ما هذا الخرف اليوم ايه اعطيك رطب اليوم لا عندي والله تعرف عندي. لا انا ربعي واجد عندك ندري عنك انت ابو الخير بعد انت خيرك سابق علينا بعد ما هو شلون تقطير اجل هالايام اي خلاص تقطير وسجلنا الحين في السنه في المصنع بعد زين اي خلينا في المصنع هذيك خصابه ذيك تابعوا النخل اي اعرف ذيك الخصابه خصابه وهذيك هلاليه داخل بعد للي غير ذي بعاد ايه فيه الالية فيه هذا ما تخرفون هالخصابة هذا يخرف عذق وعذق يخرف ما يخرفها كلها شوف الهند ايه حياك الله شيخ علي الله يحييك شلونك؟ الله ابو علي يا هلا ما راس النخل اليوم ولا ما في نخل؟ ها؟ يعني وانت ما مفروض احنا انت ولا حياكم الله ما يقصر احسن المانجا وين اول عن مبك هالكبر؟ اول الكبرى الحين صرت الكبر حياك الله ابو محمد الله يحييك ابو علي البركه شفناك اليوم الله يبارك فيك جينا جينا في الرميله هنا وهذا دور رميله وهذا بيت ابو محمد عشان اللي ما يدل ابو محمد يدل حياهم الله ابد نتشرف الطيبين حياك الله ابو محمد نتشرف الطيبين مثلك يا ابو علي حياك الله ايه مول تمنيت اليوم وصار زين اليوم لا انتم من يعز عليك حياك والله ما اعرفك ما تقصر يا ابو محمد المزرعه اعرفك قلنا المزرعه ويسبح اللي يبي يسبح ايه اللي يبي وقت ايه باين انت
تمر رطب. عارفك ما تقصر كريم ابو محمد، الله يعطيك العافيه. هذا ابو محمد يجي يسلم على والدته، يقول بيشوف سابي والدته بيجي. هذا بيت ابو محمد ما شاء الله. وهذا جايب خرب اليوم معزومين التشليح. قفل قفل سيارتك بخلاف، قفلها قفلها عدن نمشي.